FM. الكلمة ليك. صدقني سيد ثواني الاخيره قلت الميداي نتاعي لازمني نروح بها كمان هكا معني من ما كنت ثقه عندي ثقه في روحي كنت ما لشيتش لاخر ثواني ما كيما كنت نقول المصارعه تتلعب لاخر ثانيه مش معناها مازالوا 10 ثواني ولا 20 ثانيه لا سيد وفي الماتش لازمني معناها نقبل الهزيمه وكل لا كان الطموح اكبر من كل شيء الميداي كانت قدامي كان بحب الانتصار ما نجمش نقول لك انا اللي انا لاكسيون اللي عملتها في الاخر تفرجت فيها كيف الناس من غير ما تشعر معناها من غير ما نشعر معناها عملت الاكسيون وماركيت وخذيت النقاط ومانيش واعيه كل شيء تفرجت فيه كيما العباد رجعت والعباد تقول لي هزيتها والتخته وكيفاش خذيت الكات بوان كي نقول لك راهو عشت وكيف الناس من بعد تفرجت فيه ما نعرفش على روحي ان عباره في عالم اخر حتى كي سيي وفي زفر الوقت يعني وفي وزفر الاربيتر وهز يدي مازلت نعيش مازلت ماكش مصدق كاب اف ام الكلمه ليك.